هم اكتشفوه بنفس الوقت. طيب هلا احنا اذا رجعنا لمفهوم الديريفاتيف، لو انا عندي فانكشن معينه وراح احطها فانكشن اوف تايم، ما راح احطها اكس واي، حركز على فكره الفانكشن اوف تايم. راح اقول هون عندي اكس اوف تي وعندي هون تي، وجينا عند النقطه هاي وعرفنا المشتقه اللي هي التانجنشال. هلا تعريف المشتقه هي الليمت لدلتا، اذا بدك تسميها دلتا اكس على اكس، ليمت دلتا تي لذلك هذا مش دلتا تي، هذا دلتا تي، هذا مشتقة اكس، هذا اوبريتر. يعني دي على دي تي is an operator that acts on x or x of t. هذا مش شيء اسمه دي تي بضربه رقم، لكن هذا دلتا تي بمسكه رقم له قيمة معينة. ولذلك احنا اذا اجينا بدنا نطبق هذا مفهوم، طبعا مفهوم الليمت مفهوم صعب كان اول ما دخلوه، لانه كنت انا لو بدي اعمل ايفالويشن عند النقطه هاي راح تكون هاي زيرو، فصارت هاي معرفه وهاي غير معرفه، مظبوط؟ لو جيت حطيت الليمت دلتا تي حطيتها زيرو، عندها راح يكون دلتا اكس زيرو ودلتا تي زيرو، وزيرو على زيرو غير معرف، مش انفينيتي ولا زيرو، مظبوط؟ فكان هذا مفهوم فعلا. طبعا من هاي المفهوم الصعب جينا اخذنا هاي النقطه وهاي النقطه، وهاي اعطتني دلتا اكس، هاي اعطتني دلتا تي، وصلنا بين النقطتين هذول. وبعدين ردينا اقتربنا، خليني ارسمها بشكل اوسع حتى تصير اوضح، راح ازيد الكيرف تشرت معها. رحت اخذت النقطة هاي والنقطة هاي، مظبوط؟ وصلنا بينهم خط، ونزلنا هاي دلتا اكس 1 على دلتا تي 1، هاي دلتا اكس 1 هاي دلتا تي 1، وهاي راح تعطيني تقريب للمشتقة بس ما راح تكون صحيحة عند النقطة هاي. وباجي بعدين برد باخذ دلتا اكس 2، هاي دلتا اكس 2 على دلتا تي 2، وعمالي بضل اصغر دلتا تي وبصغر دلتا اكس، الليمت اللي بروح عليه هو صار المشتقة. اذا احنا احد الطرق النيوميريكلي حتى احسب المشتقة بامكاني اغير دلتا تي بقيمة صغيرة صغيرة جدا، اللي هو راح اعمله هلا هون، راح اغير كيو بقيمة صغيرة صغيرة جدا، راح اعمل زي تغيير على الهاي، راح اغير كيو بطريقه صغيره جدا، وايش عمالي بفتش على التغير في مين؟ في اكس. وراح اغير كيو واحد قيمه صغيره جدا، بفتش على التغير في واي دوت، عفوا واي دوت، راح اغير كيو 1 دوت بقيمه صغيره جدا واشوف التغير اللي هناك بيصير. وبعدين راح اقسمهم على دلتا تي، فراح اغير كيو راح اشوف التغير في اكس واقسم على دلتا تي، فكاني عمالي بطلع هذول الارقام وعمالي بصغر دلتا تي صغيره جدا، فكاني عم بعمل دلتا تي صغيره جدا، وبشوف هذا الرقم وين رايح، مبين انه رايح مكان. وانت لو عملتها هاي راح تبين معك، لو اخذت هاي اكس سكوير، ايش مشتقة اكس تي؟ بتساوي تي سكوير، مشتقتها 2 تي، احنا بنعرفها لانه بنعرف الاشتقاق، بس انت بامكانك هاي تحسبها نيوميريكلي، تبدا تاخذ تغيرات صغيره جدا بدلتا تي وتشوف ايش بصير التغير في دلتا اكس، وتتغير دلتا تي، مش تتغير دلتا تي 1 ملي سكند 1 مايكرو سكند وتشوف شو التغير، راح تلاقي انه هذا رايح على رقم. بس على ايش بيعتمد هذا المشتقة؟ ايش بيعتمد؟ قيمتها راح تكون 2 ايمتى؟ لما تي بتساوي 1، زي نفس الشيء هون، هاي لها قيمة معينة عند قيمة معينة منها.